بعد مخاض عسير إنجاز الصيغة النهائية لقانون الموازنة وتوافق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم. مجلس الوزراء يصوت على إجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي ومخاوف عودة البعثيين والإرهابيين تتفاقم. بختام أعمال اللجنة العراقية الروسية، الدكتور الجعفر يؤكد أن المناقشات شكلت انعطافة بتطوير العلاقات بين البلدين. بدون رتوش، مسرور برزاني يرهن استقرار كركوك بتغيير سياسة بغداد وزعزعة أمن المحافظة صنع في كردستان. دوليا، إرهابيو الغوطة الشرقية يخرقون الهدنة الإنسانية وعدسة بلادي تتجول في المعبر المخصص لخروج المدنيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت اللجنة المالية النيابية أن قانون موازنة 2018 سيتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء للتصويت عليه. مصدر نيابي أوضح أن اللجنة المالية أنجزت الصيغة النهائية لمشروع الموازنة لأجل إدراجها على جدول أعمال البرلمان اليوم، مبينا أن اللجنة ناقشت أمس فقرات الموازنة لإضافة وإلغاء بعض النقاط التي تعتبر محل خلاف بين الكتل السياسية. أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية بشأن قانون الموازنة المالية لعام 2018. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أشار إلى أن الجبوري عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة، موضحا أن المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف عبر تذليل كافة المعوقات وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار القانون ضمن توقيتاتها الدستورية. هذا وصوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 22 من كانون الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. بيان لمكتب العبادي أشار إلى أن مجلس الوزراء عقد أمس الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لقراءة مجموعة من القوانين والمشاريع والتصويت عليها، مبينا أنه تم التصويت على إقرار موعد انتخابات مجالس المحافظات في 22 من كانون الأول 2018. كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عليا صيف عن تدخل رؤساء أحزاب وكتل كبيرة لإشراك شخصيات مطلوبة للقضاء في العملية الانتخابية. انصيف أوضحت أن شخصيات عديدة معادية للعملية السياسية ومعروفة بتأييدها للجماعات الإرهابية رشحت نفسها للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضد خميس الخنجر أبرز تلك الشخصيات المطلوبة وتمت عرقلتها بسبب تدخل شخصيات سياسية. بعد صدور القوائم الانتخابية للمرشحين في محافظة ذي قار، أعربت الأوساط الرسمية والشعبية عن تطلعها لتغيير الوجوه واختيار الأصلح والأكفأ للمرحلة المقبلة، داعية إلى ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات. تقرير مروى الشمري. اقتربت الانتخابات وبات الحديث عنها متداولا بين الجميع، فمع صدور القوائم الانتخابية الجديدة وأسماء المرشحين حتى بدأت تطلعات الشارع الناصري بالتغيير وانتخاب الأكفأ والأجدر.
المرحلة المقبلة مرحلة حرجة جدا، خصوصا احنا خارجين من معركة داعش، إضافة الوضع الاقتصادي وأزمة اقتصادية متعلقة بالشح المالية ومشاكلها. عليهم أن أيضا على المرشحين أن يوضحوا برامجهم، يكونوا صادقين مع المواطنين، لأنه المرحلة المقبلة ستكون حساسة جدا. أعتقد أن هناك ستكون نسبة مشاركة إلى حد ما جيدة، لكن ستكون دون مستوى الطموح. لذلك دعوة للمواطن إلى تصحيح المسارات. اليوم الكرة في ملعبه والاختيار اختياره، هو من يحدد شكل الحكومة القادمة. بين التفاؤل والاستياء، أكد المواطنون على ضرورة أن يتشارك الناخبون بفاعلية كبيرة بما يضمن وصول الأفضل للسلطة من خلال التطلع لبرامجهم الانتخابية التي تهدف لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء. كمواطنين كمتابعين نود من المواطنين أو الناخبين، بغض النظر عن الناخبين التابعين لسياسات معينة أو لأحزاب معينة، أن يختاروا المعرفين أبناء المدينة المعروفين ليكون هناك نتاج جديد أو عمل جديد أو تغيير في عن السابق. هناك أشخاص يعول عليهم كثيرا وأشخاص وطنيون شرفاء، لكن للأسف لم يستطيعوا أن يعملوا بسبب ضغوط سياسية، ضغوط الكتل السياسية، ضغوط رؤساء الكتل، سياسات الدولة بصورة عامة دون المستوى المطلوب. لذلك لا أسمي الأشخاص، بل أقول أن هذه الانتخابات القادمة محبطة وستكون مرحلة أخيرة إن شاء الله من مرحلة الفشل. قوائم جديدة وتحالفات مختلفة بين كافة المكونات السياسية تتنافس فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان، وبات الكلام عن الأوفر حظا حديثا مبكرا بانتظار ما ستؤول إليه الأسابيع المقبلة، علها تفرز وجوها جديدة تعمل على خدمة البلد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصري. اختتمت في العاصمة الروسية موسكو اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقية الروسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أكد أن هذه الاتفاقيات شكلت انعطافة نوعية في تطوير العلاقات العراقية الروسية، مؤكدا أنها ناقشت ملفات محورية واستراتيجية في مجالات الاقتصاد والأمن بما يخدم مصالح البلدين. جو العمل في اللجنة الأخيرة حالة من الانسجام والجدية والسعي لتعزيز العلاقات العراقية الروسية على أكثر من صعيد. جرى مناقشة الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي اقتصاديا وخدميا وصناعيا وتجاريا وزراعيا، كلها اتجهت باتجاه واحد، هو الحرص على تعميق العلاقات وتبادل المصالح العراقية الروسية. وأعتقد أنه اليوم هذه الاتفاقية شكلت منعطفا جيدا ونوعيا في دفع العلاقات العراقية الروسية لأحسن ما يتوقف. اختتم الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية في العاصمة الروسية موسكو اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقية الروسية، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو. تقرير كريم مظفر. وقع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري راغوزين على المحضر الختامي للدورة الحكومية السابعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي، أكدوا خلاله على أهمية ما توصلت إليه اللجنة في الاجتماع من اتفاقات بشأن العديد من القضايا التي تهم موسكو وبغداد خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة، وعبروا عن سعادتهما لما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من تفاهم مشترك. أما المسائل الأولية الجديدة فبينها مسائل تنمية التعاون في مجال الطاقة والنقل والصناعة، وشاركنا طبعا في مناقشة مسائل التعامل في مجال الزراعة، وهذه المناقشة كانت جيدة جدا في رأينا.
المجتمعون اتفقوا على ضرورة مراقبة تنفيذ المشاريع في مجال النفط والغاز على مستوى اللجنة الحكومية وتنمية التعاون في مجال الطاقة والنقل والصناعة والتعليم العالي والزراعة ومناقشة توريد المنتجات الزراعية الروسية للعراق. وأكد الدكتور الجعفري ردا على سؤالنا بشأن إمكانية شراء العراق منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 بأن هذا الأمر مرهونا بمناقشة الحكومة بشكل مفصل مدى احتياجها لهذه المنظومة. هي منعقدة على الاستفادة من هذه الفرصة. طبعا احنا ندرس كافة الإشكالات وما يحيطها من مشاكل وصعوبات ونعمل على تذليلها، وستدخل في حيز الدولة لغرض أخذ الرأي النهائي بهذا الصدد، وسنعلن عن ذلك في حينها. لدينا علاقات كثيرة مع الجانب الروسي في مجال التعليم العالي. طرحنا موضوع زيادة الزمالات اللي منحها الجانب الروسي، وعدونا أنه إن شاء الله يكون العدد أكبر بالسنين القادمة. هناك مذكرات تفاهم بين الجانب العراقي والجانب الروسي، ستوقع واحدة منها قريبا. العراق وروسيا شددوا خلال مباحثاتهم على ضرورة متابعة المجالات التي تم الاتفاق عليها وإمكانية توقيع اتفاقياتها حتى موعد انعقاد الدورة القادمة للجنة الحكومية، ومنها اتفاقيات مع وزارة الداخلية والطاقة وكذلك وزارات أخرى عديدة. الدورة السابعة للجنة العراقية الروسية المشتركة نجحت في تدليل العقبات التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوصل إليها في الدورات السابقة. كريم ظفر، قناة بلادي، موسكو. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة حريصة على تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما في كركوك. العبادي وفي كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي أشار إلى أن كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي. مدينة كركوك ستبقى مدينة للتعايش بين جميع المواطنين، إحنا حريصين على هذا، واللي صار كله من أجل تعزيز كرامة المواطن في كركوك. إشاعات أن القوات الاتحادية أو الشرطة الاتحادية تخرج من كركوك تمسح القوات، كلها إشاعات. أنا استغرب أسمع دورات إشاعات ما إلها وجود ولا إلها واقع على الأرض، ولا أيضا جزء منها ما إلها واقع على الأرض. وهذه الصور يعني الابتعاد عنها أمر مهم، لا تصدق الإشاعات. يأتي ذلك في وقت هدد مستشار الأمن القومي في إقليم كردستان مسرور برزاني باستمرار هجمات عصابات داعش في كركوك لحين تغيير سياسة بغداد. برزاني قال إن داعش عاود الظهور في مناطق المحافظة وتمكن من مهاجمة القوات الأمنية، مؤكدا استمرار ذلك الوجود وتناميه حتى تغيير الحكومة الاتحادية سياستها. وفي حال أصرت على موقفها فإن الجماعات الإرهابية ستعاود الظهور لوجود العوامل المساعدة على نشأتها بحسب تعبيره. اتهم النائب السابق عن محافظة كركوك فوزي أكرم ترزي إقليم كردستان بزج عصابات انفصالية لتنفيذ عمليات قتل وخطف تزعزع أمن المحافظة. ترزي أوضح أن مسعود برزاني استخدم الانفصاليين لتنفيذ عمليات نوعية محددة تطال التركمان والعرب، فضلا عن السطو والاختطاف لإثارة الرعب والفوضى في كركوك، مشيرا إلى أن الغرض من تلك العمليات إعادة البيشمرجة والأسايش وإرجاع المحافظة تحت سطوة الأكراد. كشف مصدر استخباري خاص لبلادي عن هوية المطلوب للقضاء في طوز خرماتو المدعو كوران جوهر. المصدر أوضح أن جوهر يقود مجموعة كردية يصل عددها إلى ما يقارب 1000 شخص، هدفها التعرض للقوات الأمنية ومقر الجبهة التركمانية واستهداف أمن واستقرار كركوك وطوز خرماتو، مبينا أن المطلوب من مواليد 80s من قضاء الطوز ولديه ارتباطات حالية مع أحزاب كردية. محافظة كركوك تشهد بين الحين والآخر هجمات إرهابية من قبل داعش والانفصاليين،
سياسيون حذروا من وجود مخططات للسيطرة على حقول النفط وزعزعة استقرار المحافظة. التقرير الآتي. تشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر هجمات إرهابية من قبل داعش والجماعات الانفصالية. هذه الهجمات دفعت الأوساط السياسية إلى إطلاق تحذيراتها من وجود مخطط لدى داعش للسيطرة على حقول النفط في المحافظة. النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأمن في المحافظة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات وتزايد عمليات الاغتيال والاستهداف لقيادات من الجبهة التركمانية، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل المباشر لمنع انهيار الأمن. أما السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي حذر من مخططات الإرهابيين وبالتعاون مع الانفصاليين في المحافظة للسيطرة على حقول النفط فيها، داعيا الحكومة إلى إعادة قيادة عمليات كركوك مدعومة بقوات الحشد الشعبي، وذلك لتمشيط المناطق المحاذية لحدود إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى لإفشال الانتخابات وبمسميات مختلفة. محافظ كركوك راكان الجبوري أكد أن هناك خلايا نائمة تقوم بهجمات شبه يومية في المحافظة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه في حال تأخر القضاء على تلك الخلايا فإنها ستبقى مؤثرة على أمن المواطنين. فيما أشار عضو مجلس المحافظة نجاة حسين إن استمرار الهجمات الإرهابية على المحافظة يعد مؤشرا على أن تهديد داعش ما يزال موجودا وأن عمليات تطهيرها غير مكتملة. هذا وتقوم العصابات الإرهابية والمجامع الانفصالية بعمليات إرهابية بهدف زعزعة الوضع الأمني في كركوك مع مطالبات مستمرة لإطلاق عمليات عسكرية في محيط المدينة لتطهيرها بالكامل. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود ملفات فساد خطيرة في وزارة العدل. عضوة اللجنة أزهار الطريحي قالت إن هذه الوزارة تضم أكبر ملفات فساد أو ملف فساد يتعلق بتزوير عقارات المواطنين والدولة، مبينة أن حيتان سياسة كبيرة تقف خلف هذه الملفات. وأكدت الطريحي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم كشف كل هذه الملفات والجهات المتورطة فيها. أزمة شحة المياه في محافظة المثنى أثرت بشكل سلبي على زراعة بعض المحاصيل التي عرفت بها المحافظة. مواطنون طالبوا الحكومة بوضع خطط حقيقية لمواجهة هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة. تقرير علي حداد. ما أصاب المثنى نتيجة شحة المياه الحاصلة فيها تسبب بعدم زراعة المحاصيل الزراعية التي عرفت بها المحافظة وحتى على المواطنين، ما جعل أبناء المحافظة يطالبون بخطط حقيقية لا سيما في الأشهر القادمة. وقت مطر يعني شهر تنتهي هذا الماي، بس بعدين الشهور الباقية شلون بها؟ فاحنا لازم نطالب الحكومه ومن السيد العبادي ان يفكر لهاي شريحه فلاحه، لان هسه اكثر العالم هسه ما زرع خايفه بالماء، ولا واحد زرع، حتى اكثر الزراعه الصيفيه كلها جامده ماكو ماء نتخوف الماء. نطالب طبعا الجهات الحكوميه يعني بحل ازمه المياه اللي يعاني من عندها العراق، وبالتحديد محافظه السماوه، يعني كونها محافظه معتمده على الزراعه بدرجه الاولى والمحاصيل اللي ضررت يعني ضرر يعني جدا واضح، ورجوع هاي الازمه والمضرر الاساسي بدا بالاول طبعا هو المواطن. هطول الامطار على المحافظه لم يساهم بحل هذه المعاناه، وهذا الامر بدا واضحا عندما اعلن محافظ المثنى عن تخوف واضح نتيجه موضوع الحصص، فالاجتماعات ما زالت تعقد لتدارك هذه الازمه. شحه متوقعه للمياه في محافظه المثنى عموم العراق. خططنا حقيقة مصبة على تقليل الضرر. هناك شحة بدخول كمية المياه الداخلة، وهناك شحة في الخزين المتوفر داخل البلاد. نحن حقيقة أولوياتنا هي توفير المياه الصالحة للشرب لأبناء المحافظة، عدم إقحام المزارعين بخطط زراعية وتحملهم تكاليف. بينما تبقى مطالبات تيار الإصلاح الوطني حاضرة تجاه هذا الموضوع،
حمل معاناة المناطق ودعا لعقد مؤتمرات تعرف بالمخاطر التي نتجت عن الشحة. عدم اهتمام واضح من وزارة الموارد المائية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أو توفير الحصة المائية الخاصة بهذه المحافظة. مطالبات أبناء هذه المحافظة من خلال حضورهم واتصالاتهم ولقاءاتنا الخاصة بهم طالبونا بأن نوصل صوت أبناء هذه المحافظة سواء من أرياف هذه المحافظة وأبناء هذه المحافظة للحفاظ على الحصة المائية. المخاوف ازدادت بعد حديث الحكومة المحلية عن أزمة مائية قادمة، فما أصاب المحافظة جراء تلك الأزمة يتطلب الوقفة الحقيقية لإنهاء موضوع الحصة المائية. من محافظة المثنى علي حداد، بلاد الفضائية. ما زال شح المياه وتأخر هطول الأمطار وآلية الري تشكل أبرز أسباب عدم سد حاجة العراق من محصول الحنطة هذا الموسم. معنيون أكدوا ضرورة الاستيراد لتأمين مفردات البطاقة التموينية في حال استمر هذا العجز. الزميل أحمد العبودي والمزيد. يحتاج العراق سنويا من محاصيل الحنطة الاستراتيجية 5 ملايين طن لتأمين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد احتياج مفردات البطاقة التموينية من مادة الطحين. الخطة الزراعية في البلاد بحسب معنيين تكفل زراعة 11 مليون طن في هذا العام. 5 ملايين طن خرجت من الخطة بسبب شحة المياه، أما السبعة الأخرى فتقسمت ما بين الزراعة الديمينية والري. دخلت مديرية زراعة محافظة بغداد بخطة زراعية 57,000 دونم مزروعة من محصول الحنطة، وهذه الكمية لهذا الموسم ما غطت الكمية الكاملة بالنسبة لأرواع المحصول بسبب قلة الأمطار وشحة الحصة المائية. وسط هذه الظروف يتوقع معنيون أن يتراجع محصول الحنطة في العراق هذا العام إلى 1 مليون طن. أما في حال وصول محصول محافظة نينوى التي دخلت الخطة الزراعية بعد التحرير إلى 2 مليون طن كحد أقصى. هذا الموسم خسرنا ما يقارب من 4 ملايين المروية، ما يقارب 2 مليون دونم خسرناهن، فبالنتيجة ما رح نوصل حتى بموضوع الانتاج بالري حتى ما نوصل للمليون طن. نتوقع إضافة محافظة نينوى لهذا الموسم باعتبار هي تعتمد بشكل كبير على الزراعة الديمية، نتمنى أن توصل للمليون، يعني راح نوصل بالإنتاج إن شاء الله بالمليونين طن. وزارة الزراعة من جانبها أكدت أنها زودت الفلاحين جميع احتياجاتهم من بذور وأسمدة كيماوية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لكن العامل المناخي وأزمة المياه مع تركيا بالإضافة إلى الري البدائي كانت هي من أهم الأسباب في تراجع زراعة الحنطة في العراق. كوزارة حقيقة نطينا حوالي 6,800,000 دونم للمحافظات بزراعة هذه على الديمية والمضمونة الأمطار والأبار، لكن تعرفت اليوم الأمطار تأخرت قليلا يعني، وبالتالي كثير من المساحات لم تكن في المستوى المطلوب. وزارة التجارة المتبضعة الأكبر لتلك المحاصيل الاستراتيجية أكدت أنها ستذهب باتجاه المستورد في حال لم تغطى الحنطة المحلية احتياج البطاقة التموينية من مادة الطحين. وتقسمها هذا الناتج المحلي ما يكفي حوالي 6 أشهر. فنضطر انه نكمل الأشهر الباقية اللي هي المخطط، كان مخطط كان 8 حصص يعني من مناشئ عالمية رصينة، وهي المنشأ الأسترالي والمنشأ الأمريكي والمنشأ الكندي. استلمنا حوالي 2,370,000 إضافة إلى 950,000 طن مستورد. قدرنا نجهز هو حسب المخطط حسب التخصيص المالي جهزنا 8 حصص كاملة يعني. أما مشكلة الفلاحين مع القروض الزراعية فيبدو أن روتين المصارف والفوائد الكبيرة المفروضة عليها بالإضافة إلى التقديم من خلال الأنترنت مع بساطة الفلاح وابتعاده عن البرمجيات تجعل الفلاح يغادر أرضه باتجاه المدينة بحثا عن عمل أو وظيفة حكومية. أحمد العبودي، قناة بلادي. على الرغم من العقوبات التي فرضها القانون على المراهقين المتعاطين للكحول، إلا أن تزايد عددهم في الأونة الأخيرة بات يشكل ظاهرة تهدد الواقع الاجتماعي العراقي. الزميلة رؤى الشمري والتقرير التالي.
تعاطي المراهقين للكحول ظاهرة باتت تستفحل في الشوارع العراقية وبشكل مخيف، فقد أصبحت جميع أنواع المشروبات الكحولية في متناول اليد، وذلك لرخص ثمنها، وأغلب من يتعاطاها من المراهقين تتراوح أعمارهم من سن 13 حتى 18، فضلا عن أن غالبيتهم سجلوا متسربين من المدارس، وهذا ما أثار امتعاض المجتمع. هم دول دي يجيبوها الكحول، يعني باشو عقبه ابني عمره 7 سنوات، نعم. يعني باشو عقبه شون هم حيصير مثل أمه، هم صديق صاحبه يعلمه، فهاي غلط غلط. هاي أمه أنا أسمعها بالعراق، كان قبل ماكو يتلحق له يوديه علاج يوديه أي شيء، نعم. يشوفه ويا من يمشي ويا من يطلع ويسولف وياه ويا من هو جاي يطلع ويا من جاي يتقي بالليل. شرب الكحول احنا جاي نشوفهم دائما يعني بالشوارع، نشوفهم يعني اطفال بعمر الورود، يعني مع الاسف يعني هاي تتبع الاهل وتتبع الجهات الرقابيه الحكوميه. تعاطي الكحول من قبل المراهقين ارجعه باحثون الى ضعف الرقابه الابويه وفشل بعض العائلات بالتزامهم في احتواء المتغيرات العمريه والنفسيه وغياب الدور الرقابي للمؤسسات الحكوميه. المراهقين بشكل عام يمكن كل يوم او بين يوم ويوم يعني شرب زايد، هذا شو راح ياثر عليه؟ اول شيء راح ياثر على سلوكهم في بأسرتهم، راح يأثر على سلوكهم في الشارع. أنا أفضل أن تكون بروشورات، أن تكون هناك ندوات ورشات يعني عمل لتوعية الأهالي لتوعية الأمهات. القانون العراقي يقضي بمعاقبة بائع الكحول للمراهق ومطاردة المتعاطي وحبس المخالفين للقانون بالنسبة للاثنين، فضلا عن اتخاذ القوات الأمنية عدة إجراءات توعوية للمراهقين للحد من هذه الظاهرة، لكنها تبقى منقوصة ما لم تفعل رقابة ذويهم. جانب الحدث احنا حقيقة اكو عندنا متابعة مستمرة وحملات على القاء القبض على الاحداث، قانون يحاسب الحدث ويحاسب ذويه ايضا. تناول الخمور من قبل الاحداث من ضمن هذه الظواهر بالحقيقة، وعزنا الى كافة مفارزنا بمراقبة الاماكن العامة اللي يتراودون عليها هؤلاء الأحداث. جرينا أكثر من نشاط في المدارس والكليات والمعاهد، وأيضا عند استغلال المناسبات الدينية والمناسبات الأخرى للالتقاء بهذه الشريحة المهمة لغرض تثقيفهم. وصول المراهقين إلى مرحلة تعاطي الكحول ينذر بخطر كبير ويسهم في استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وهنا على العوائل والجهات الحكومية والأمنية العمل على مراقبتهم لانتشالهم من الضياع. من بغداد رؤى الشمري، بلاد الفضائية. بهدف اكتشاف المواهب والاهتمام بها، أقامت دار طوعة لتعلم قراءة القرآن الكريم في قضاء النعمانية بمحافظة واسط دورات مجانية للطلبة وبملاكات تربوية مختصة. تقرير بهاء زهير. بهدف اكتشاف المواهب القرآنية وتطويرها والاهتمام بها، أقام دار طوع لتعليم قراءة القرآن الكريم وطريقة حفظه ولمختلف الأعمار في قضاء النعمانية ضمن محافظة واسطة دورات مجانية للطلبة في أحكام التلاوة من إدغام وإخفاء ومخارج الحروف ودروس في شرح التجويد بكوادر تربوية مختصة. دار طوع يستقبل جميع الأعمار حتى المتوسطة، حتى أكو إعدادية إجونة، حتى خريجات من الجامعات إجونة يردون يتعلمون القراءة الصحيحة. نقدم الفقه، قراءة القرآن بصورة صحيحة، أحكام القرآن ويعني والتجويد بصفاته وأنواع يعني أنواع القرآن كله. الغاية من إنشاء هذه الدار هو المساعدة على تربية هذا النشء الجديد من أبناء المدينة، أبناء البلد، للمساعدة في تربيتهم تربية قرآنية، تربية دينية، تربية أخلاقية. نحن نتناول بالتدريس الأخلاق وبعض الفقه وبعض الأشياء اللي تفيدهم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طرق كثيرة تعطيها هذه المؤسسة لتحفيظ كتاب الله، حيث يأخذ الطالب جزءا من السورة ويبدأ بحفظها غيابيا ليكون قادرا على ربط الآيات ببعضها حتى يستطيع فهمها قبل حفظها،
فضلا عن إعطاء الدروس في الأخلاق واحترام الآخرين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. استفادنا من هذا الدار استفادة كبيرة، تعلمنا شلون نقرأ القرآن بصورة صحيحة، شلون نحترم المقابل، تعلمنا شلون نحكي ويا جارنا، شلون نحكي ويا الأكبر منا، تعلمنا الوضوء. كنا محتاجين يعني لهذا الشيء، وعلمونا أحكام النون، وعلمونا أحكام هواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دار طوع القرآن الكريم قدمت فائدة كبيرة لأبناء هذه المنطقة من خلال تعليم القرآن الكريم والآداب والأخلاق وحسن التعامل لأبنائنا وبناتنا في هذه المنطقة، كان لها أثر واضح ودور كبير في التربية القرآنية الدينية. نشكر الأستاذ عبد حسن فرج على هذا المشروع القيم لهذه المنطقة. تهيئة نفس الطالب لحفظ القرآن الكريم، وذلك من خلال تعريفه بفضل الله وجعله يفهم بأنه أمر سهل ويسير من خلال طريقة الحفظ الجماعية وتشجيعهم على المنافسة. دار طوعة لحفظ وتعليم القرآن الكريم يقدم التوجيه والإرشاد لمختلف الأعمار ومن كلا الجنسين بهدف النشئ في تربيتهم قرآنيا ودينيا. من قضاء النعمانية بهاء زهير، قناة بلادي، محافظة وسط. مشاهدينا، النشرة مستمرة وهذا تذكير بالعناوين. بعد مخاض عسير، إنجاز الصيغة النهائية لقانون الموازنة وتوافق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم. مجلس الوزراء يصوت على إجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي، ومخاوف عودة البعثيين والإرهابيين تتفاقم. باختتام أعمال اللجنة العراقية الروسية، الدكتور الجعفري يؤكد أن المناقشات شكلت انعطافة بتطوير العلاقات بين البلدين. وبدون رتوش، مسرور بارزاني يرهن استقرار كركوك بتغيير سياسة بغداد وزعزعة أمن المحافظة صنع في كردستان. دوليا، إرهابيو الغوطة الشرقية يخرقون الهدنة الإنسانية، وعدسة بلادي تتجول في المعبر المخصص لخروج المدنيين. في الشأن الدولي، خرقت الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية لدمشق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا. الإرهابيون استهدفوا بالقذائف المدنيين الذين كانوا يفترض أن يخرجوا عبر معبر الوافدين. تقرير سامر زرقة. عدة قذائف استهدف بها المسلحون المعبر الإنساني المخصص لخروج مدنيي الغوطة، والذي افتتح بين الغوطة الشرقية ومخيم الوافدين برعاية روسية وبتسهيلات من الدولة السورية. لكن مسلحي جيش الإسلام وجبهة النصرة وغيرهم لم يكتفوا بالإعلان عن رفضهم السماح بخروج المدنيين، وإنما قطعوا المعبر ناريا عبر استهدافه بوابل من رصاص القنص والقذائف، محتفظين بالمدنيين كدروع بشرية. نحن الآن في منطقة مخيم الوافدين وفي المعبر الإنساني الذي فتحته الدولة من أجل عبور المدنيين من منطقة الغوطة باتجاه مناطق الدولة السورية، حيث تجهز الإمكانيات وكل الاحتياجات اللازمة للمدنيين هنا في هذه المنطقة. ولكن حتى الآن الجماعات المسلحة لا زالت تمنع المدنيين من العبور إلى هذه المنطقة ومن تجاوز مناطق المسلحية إلى مناطق الدولة. هناك إصرار من قبل المسلحين على استمرار اتخاذ المدنيين كدروع بشرية. حتى الآن 5 قذائف هاون سقطت على هذا المعبر. رصاص القنص أيضا من جهة المسلحين يستهدف المعبر مانعا أي من المدنيين من التقدم إلى هنا. طبعا هناك قرار من قبل المسلحين وقادة المسلحين بمنع أي مدني من الالتجاء إلى مناطق الدولة. الدولة السورية التي وفرت كل المستلزمات والاحتياجات لخروج المدنيين من حافلات ونقاط طبية ومراكز إيواء بقيت فرقها على أهبة الاستعداد للتعامل مع التطورات، كما حضرت نقاط الإشراف الروسية على المعبر والتي سجلت خروقات المسلحين وعدم التزامهم بالهدنة.
أما أهالي مخيم الوافدين الذين عانوا الويلات من قذائف المسلحين فكانوا ينتظرون خروج مدني الغطاء المحتجزين بفارغ الصبر. هون مخيم عند المعبر اللي بوصل دوما على مخيم الوافدين، ونحن هون فتحنا المعبر، جتنا أوامر نفتح المعبر للمصابين اللي بده يطلع الكل، بس المسلحين عم يمنعوا الكل يطلع المدنية، ما عم خلوهم يطلعوا، حاطينهم يعني دروع بشرية وما عم خلوهم يطلعوا، وهالشي يعني عم ربطنا نحن ما عم نحسن نتصرف. نحن من سكان مخيم الوافدين وعلى تماس مباشر مع المجموعات الإرهابية المسلحة بدوما، وعانينا في كتير يعني خلال الأزمة من قذائف الهاون اللي كانت تنزل علينا، فكنا مستبشرين خير اليوم إنه يطلعوا المدنيين من جوا، بس الشباب المجموعات الإرهابية ما خلون المجال بالقنص وبالقذائف الهاون، فما في حدا طلع يعني. يعني مثل ما شايفين المسلحين ما عم يخلوا المواطنين الآمنين يطلعوا من خلال استهدافهم قذائف الهاون، قذائف الحق تبعهم، يعني الدولة ما خلت شيء وما أمنته، شو مثل ما شايفين الباصات كل شيء أمنته، بس هنون هيك فكر إرهابي فكر تكفيري، يعني الشام ما خلصت منهم من قذائفهم من الهاون. ورغم عدم تجاوب المسلحين مع الهدنة الإنسانية واستهدافهم للمعبر الإنساني، إلا أن المعبر المخصص لخروج المدنيين سيبقى مفتوحا بشكل يومي من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، بما يؤكد رغبة الدولة بتحرير مدني الغوطة، وبما يدين المسلحين المختبئين خلف المدنيين. سامر زرقة، بلاد الفضائية، مخيم الوافدين، ريف دمشق. وزارة الخارجية السورية وجهت بدورها رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اتهمت فيها التحالف الأمريكي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري. الخارجية ناشدت مجلس الأمن بمنع تكرار هذه المجازر وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ المخططات المشبوهة. في هذه الأثناء أعلن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أنها لن تتمكن من إدخال المساعدات للغوطة الشرقية لدمشق بسبب استمرار المعارك. وقال الناطق باسم المنظمة في جنيف أن دمشق تعرضت للقصف بعد صدور قرار رقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. المعارك لا تزال مستمرة في الغوطة الشرقية. بحسب تقاريرنا هذا الصباح قصفت الغوطة، وخلال الليلة الماضية قصفت دمشق من الغوطة الشرقية. المعارك أدت حتى الآن إلى مقتل 30 شخصا بينهم أطفال ونساء. الأمم المتحدة حركت عدة قوافل من المساعدات الإنسانية والطبية، ولكننا لم نتمكن حتى الآن من الدخول بسبب استمرار القتال. على خط آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده مستمرة بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية لدمشق. وبشأن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية، أوضح بيسكوف أن هذا يتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية في المنطقة ومدى استمرار الاستفزازات. من جانبها معربا عن استياء روسيا من تجاهل شركائه الغربيين لتجاوز الإرهابيين. كما أضاف بيسكوف أن هذه الهدنة لا تتعارض مع القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا. Действительно, вопросы, связанные с сотрудничеством в области ВТС, фигурировали на повестке дня контактов Путина и Эрдогана, упоминались. وفي الوقت الذي تعيش فيه الغوطة الشرقية في سوريا حالة ترنح ما بين هجمات المجاميع الإرهابية ومحاولة المجتمع الدولي فرض حالة هدنة يدفع المواطن السوري ضريبة الإرهاب المدعوم خارجيا. تقرير صباح حكيم.
لا جديد في ملف الغوطة الشرقية مع استمرار الجماعات المسلحة لخرقها أي هدنة تمكن المدنيين من الخروج، فالممرات الآمنة أضحت موقعا ثابتا للاستهداف بقذائف الهاون في انتظار تطبيق الهدنة التي أعلن عنها في مجلس الأمن الدولي، وتلك يشك بسريانها لتبعية الجماعات المسلحة لدول عدة تأتمر بأمرها. وزير الخارجية الروسية لافروف وفي مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي أكد متابعة روسيا لمديات الالتزام بالهدنة من قبل الفصائل المسلحة الثلاثة وتطبيق فك ارتباطها مع جبهة النصرة. أكدنا على أن أي اتفاقات المتعلقة ببناء سوريا ما بعد الأزمة يجب أن تعكس الإجماع بين جميع الأطراف في سوريا. وأيضا في هذا المؤتمر كان هناك توجه إلى الأمم المتحدة لحل المشاكل الإنسانية في سوريا وأيضا القضايا المتعلقة بإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد بشكل عام في هذا البلد. من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان عن التوافق على دخول 5 حافلات من المساعدات الإنسانية للغوطة داعيا إلى بذل الجهود أكثر لحل الأزمة السورية وإعادة الاستقرار لهذا البلد وحماية وحدة أراضيه، مشيرا لمناقشة عدة ملفات ومنها تطبيق الهدنة الإنسانية لضمان إجلاء المدنيين والجرحى منهم بالخصوص. تطبيق القرار المناسب 24-01 ووضعناه قاعدة للحفاظ على الهدنة الإنسانية لضمان إجلاء الجرحى من المناطق. وزارة الدفاع الأمريكية من جانبها أعلنت عدم لعبها أي دور في مراقبة أي انتهاكات للهدنة التي أعلنها مجلس الأمن لمدة 30 يوما، وهو ما يشير لاحتمالية عدم ثقة الولايات المتحدة بالجهات المسلحة التي قد تقوم وكعادتها بانتهاك الهدنة ومواصلة عملياتها الإجرامية ضد المدنيين والعسكر. دمرت وحدات حماية الشعب الكردية مقرا وآليات عسكرية تابعة للجيش التركي في مناطق متفرقة بأطراف عفرين. وأكد بيان للوحدات الكردية السورية أنه بالرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي لهدنة شاملة في سوريا، إلا أن الجيش التركي يواصل عملياته العسكرية في عفرين، مبينة أن المقاومة السورية ستواصل تصديها للعمليات العسكرية التركية. أكد مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي أن الأوضاع في اليمن باتت مقلقة بسبب تعقد الأزمة، مبينا خلال كلمته أمام جلسة في مجلس الأمن لبحث الأوضاع في اليمن بأنه لن يكون هناك حل عسكري ولا يمكن أن يحسم هذا النزاع إلا عبر الحوار. على المشهد اليمني تطورات أمنية وسياسية خلال الفترة الماضية مقلقة جدا للأسف، ساهمت في تعقيد هذا المشهد وزادت من جمود العملية السياسية اليمنية. إن دولة الكويت تجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك حل عسكري للنزاع الدائر في اليمن، ولا يمكن أن يحسم هذا النزاع إلا عبر الحوار والحل السياسي. حذر نائب مدير عام منظمة الصحة العالمية لبرنامج الطوارئ بيتر سلامة من تفاقم وباء الكوليرا من جديد في اليمن، وقال سلامة إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا تراجع في اليمن خلال 20 شهر الأخيرة بعد أن وصل إلى حاجز 1,000,000 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، مستدركا بأن موسم الأمطار يزيد من حالات الكوليرا خاصة في ظل نقص الدواء واستمرار الحرب السعودية. نظم المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني اليمنية وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء لمطالبة المبعوث الجديد بانتهاج الحيادية وعدم سلوك طريق المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ممثلو منظمات المجتمع المدني طالبوا المبعوث الجديد بالعمل على فتح المطارات والموانئ اليمنية أمام دخول السلع والوقود كإثبات حسن نية في طريق الحل السلمية. إلى اليمن، حيث استشهد وأصيب عشرات المدنيين إثر قصف جوي للطيران السعودي على محافظة صعدة، فيما ردت قوات الجيش واللجان بقصف المواقع السعودية العسكرية في جيزان. تفاصيل أكثر والتقرير التالي. شهداء وجرحى من المدنيين في اليمن يذهبون ضحايا يوميا بقصف التحالف السعودي المتواصل، آخره استشهاد وإصابة 10 مدنيين بينهم مسعفون في غارتين للطيران السعودي. استهدفت الأولى منزل مدني في مديرية سحار بمحافظة صعدة، وفيما كان المسعفون يحاولون إجلاء الجرحى جاءت الغارة الثانية لتضاعف عدد الضحايا. لم تقف مقاومة الجيش اليمني واللجان الشعبية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتكررة، فشنت مدفعية الجيش عملية قصف استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية القرن في جبهة جيزان، إضافة إلى استهداف تحصينات الجنود السعوديين خلف قرية الخفاقة بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة في كلتا العمليتين. كثيرين لا نبعتهم لا مدرعات ولا طائرات، ومهما تكالبوا علينا العون بالله احنا متوكلين على الله. وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا في وقت سابق على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر المخيل بقطاع العارضة في جيزان، وأحرقت طاقما عسكريا سعوديا وسيارة نوع جيب في موقع بوجان بقذائف الأربيجي بذات الجبهة. لفت المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد الهيان إلى أن انشغال السعودية باليمن ليس قرار الرياض وحدها، فهي تمارس دورا في لعبة إسرائيلية أمريكية يمكن أن تكون نتيجتها تقسيم السعودية في السنوات المقبلة. انعدام الاستقرار في اليمن أدى إلى نتائج مؤسفة، فنحن لا نسمع عن تحركات للقاعدة وداعش في القسم الشمالي لليمن حيث أنصار الله، لكن في القسم الجنوبي حيث تصول السعودية والإمارات وتجولان بدعم من بريطانيا وأمريكا انتشر الإرهاب وبات هناك خطر يهدد اليمن والمنطقة. وعدوان السعودية 3 سنوات على اليمن تسبب بتجمع إرهابي القاعدة وداعش من غرب آسيا وبوكو حرام والشباب من شرق أفريقيا في هذه المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي رأى أن الولايات المتحدة هزمت من خلال الفشل في تمرير مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن. عراقشي وصف الاتهامات الأمريكية وتقارير مجلس الأمن وخبراء لجنة التحقيق بشأن إرسال إيران أسلحة إلى اليمن بالمغرضة. علقت بلدية القدس المحتلة إجراءات الجباية التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة ضد ممتلكات الكنائس على خلفية إغلاق كنيسة القيامة. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتفق مع رئيس بلدية القدس على تأليف طاقم لبلورة حل لقضية ضريبة الأملاك المبنية على المناطق التي تعود ملكيتها للكنائس وليست أماكن للعبادة، وإجراء مفاوضات مع ممثلين عن الكنائس لإنهاء الأزمة. قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان أن على جميع القادة الفلسطينيين الاعتراف بأنهم أخطأوا في حق الشعب الفلسطيني، واصفا العلاقات الداخلية الفلسطينية بالمأساة. وقال دحلان أنه لا يسعى لأن يكون بديلا لأحد، بل يجب تأليف حكومة واحدة تحت قيادة واحدة. دحلان أشار إلى أن السلطة الفلسطينية إن تتمكن بالضفة أولا ثم في قطاع غزة.
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي أن العراق بصدد استلام المنح والقروض التي قدمت خلال مؤتمر الكويت لإعادة أعمار العراق. وقال الأعرجي أن المنح والقروض أعطيت تصنيفات مختلفة، مبينا أن الأموال ستسلم إلى وزارة المالية أو صندوق الأعمار أو وزارة التخطيط أو الهيئة الوطنية للاستثمار، موضحا أن العراق أرسل رسالة إلى كل الجهات التي تعهدت بتقديم المال للعراق من أجل تصنيفها وفق المشاريع والجهات التي تتسلمها. أعلن مصرف الرشيد أن منح السلف أن منح السلف والقروض متوقف على توطين الرواتب، ودعا المصرف كافة الوزارات والدوائر الحكومية إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لتوقيع العقد الخاص بالتوطين، مبينا أنه توطين الرواتب ستتيح للموظف استلام راتبه عن طريق بطاقة ماستر كارد النخيل، والتي تسهل للطرفين عملية منح السلف والقروض. مشاهدينا، ختام النشرة، التذكير بالعناوين. بعد مخاض عسير إنجاز صيغة نهائية لقانون الموازنة وتوافق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم. مجلس الوزراء يصوت على إجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي، ومخاوف عودة البعثيين والإرهابيين تتفاقم. بختام أعمال اللجنة العراقية الروسية، الدكتور الجعفري يؤكد أن المناقشات شكلت انعطافة بتطوير العلاقات بين البلدين. وبدون رتوش، مسرور برزاني يرهن استقرار كركوك بتغيير سياسة بغداد، وزعزعة أمن المحافظة صنع في كردستان. وأخيرا، إرهابيو الغوطة الشرقية يخرقون الهدنة الإنسانية، وعدسة بلادي تتجول في المعبر المخصص لخروج المدنيين.